بدنا اول شيء كوب من الزيت النباتي، كوب من السكر، كوب بيض، رح اشرح لكم شو يعني كوب بيض، كوب زي حليب، واحد كوب طحين، كوب سميد، كوب لوز، بيكنج باودر، بيكنج سودا، والفانيلا. مش تحطوا لي كوب فانيلا ومعلقه ملح صغيره. فهلا هي كوب الزيت. هلا حتى بدي افرجيكم كيف ايش قصدي، يعني حتى مثلا البيض انا هي طلع معي كوب 4 بيضات. تمام ماشي، وانا استعملت هذا الكوب مع انه عندنا كوب دائما للمواد السائله وكوب للمواد الجافه، بس انا استعملت نفس الكوب حتى ما الخبط السيدات. اوكي وايضا يعني البيض هذا صغير نسبيا، فهو 4 بيضات بعيار الكوب. طلع كوب سكر. أوكي. تمام كيفني معك لحد لا روعه، كوب 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 حلو، بس يعني ينقص علينا. طيب رح نخفق شوي حتى بدون خلاط، شوف اسهل كيكه في الحياه. اقول لك حطها على صوبك. تفضل. مش بالفرن. صح. هلا رح نحط الفانيلا، فاذا مش تحطوا كوب فانيلا. اوكي. والبيكنج باودر والبيكنج صودا، طبعا هدول الاشي الوحيد اللي مش كوب اكيد. هلا استاذي تفضلي. كوب من الطحين. هذا اكثر شوي، فعشان هيك بدي افرجيهم كيف كل شيء كوب، هذا اكثر من كوب لانه كنت جايبه زياده للجاج. فبما يقارب كوب من الطحين. اوكي نلتزم بالنص لو سمحت. نعم كوب اللوز المطحون كوب. هذا لوز أوكي. لوز مقشر طحنته. اوكي عشان يعطي قوام، لانه احنا بدنا كل شيء كوب كوب كوب، فاذا حطينا بس كوب طحين وكوب سميد رح يضل بدنا شيء ثاني ناشف. اوكي تمام. وهلا كوب من السميد. وهي وهي خلصنا. لا لسه. يلا ضل كوب الحليب يا جماعه. ضل كوب الحليب يلا، امي هتطلع ناشفه الكيكه. استنوا علي والله يخوف هذيك الكيكه علينا مع رواق بالبيت، وهاي قاعده بتحكي لنا كوب كوب، وهي كوب تطلع بالاخر هريسه. لا والله حرام عليك، والله اني درستها دراسه، قلت يعني نفسي بكيكه كل شيء فيها نفس العيار. تمام. درجه الحراره 180. تمام. القالب صغير زي ما انتم شايفين، فمش حتاخذ معنا اكثر من 35 دقيقه.